صباحك ميس ويعطيكي ألف عافية. هلا رشانة وين رح نروح؟ رح نروح لفقرة قانونية ورح نحكي فيها عن الجرائم الإلكترونية أو الاحتيالي اللي بنشوفه عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت، وفي ناس للأسف كانوا ضحية هذا الاحتيال، ولكن اليوم القانون شرع هذا الجرم واعتبره جرم، واليوم ضمن صباحنا أكيد رح نتعرف أكثر على هذا الجرم، رح نعرف كيف اليوم عم يكون الشخص هو ضحية لهذا الاحتيال، وكيف اليوم القانون تعامل مع الشخص اللي قام بهذا الفعل. معلومات كثير مهمه وقانونيه حيعرفنا عنها ضيفنا لليوم، وهو المحامي تمام الحسين. صباح الخير، يسعد صباحك استاذ. صباح اهلا وسهلا فيك. صباح يسعد صباحك استاذ، واهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نعرف الاحتيال شو هو بشكل عام. هلا الاحتيال هو الاستيلاء عن طريق الحيله والخديعه على مال الغير بقصد تملكه. طبعا القانون السوري ما عرف الاحتيال، بينما هذا التعريف هو تعريف عن طريق الفقه القانوني. القانون السوري اكتفى بتحديد وسائل الاحتيال، الوسائل التي يتبعها المحتالين لا يوصلوا لهدفهم. طيب استاذ خلينا هيك نوضح اكثر. اليوم وقت بنقول احتيال الكتروني وفي شخص محتال وفي ضحيه اليوم وقع عليها هذا الاحتيال، خلينا نعطي امثله كرمال نكون ببدايه حديثنا من الصوره واضحه. هلا الاحتيال الالكتروني يعني له اعداء، يعني له اشكال كثير، امثله يعني اشكال كثير، اهم اول شيء عن طريق الرسائل. يعني بيبعثوا رساله على الموبايل او على اللابتوب او ايميل، بيفتح الواحد الرساله بيحوله لموقع اللي بصير فيه عمليات الاحتيال، او عن طريق الاعلانات. مثلا واحد بيفتح اعلان بتنزل برنامج على موبايله او على جهازه بشكل عام، بينزل هذا البرنامج فبصير يتجسس، بيسرق المعلومات، بيسرق احيانا الاكواد البنكيه. يعني كثير هي اكثر الوسائل المتبعه. في عن طريق اتصال صوتي اذا بتتذكروا من زمان قبل هي الفتره كان يجي اتصالات، صحيح ارقام يعني ارقام طويله كانت خارجي او شيء، فكانت تسحب الرصيد من الموبايل او صفر. كان او كان او هلا حاليا بيحكوا بيقولوا بيقنعوا بيحاولوا يقنعوا الواحد انه يحول اموال، او انه في شخص معين تبرع له بس اعطينا رقم الحساب البنكي لحتى نحول لك اياه. في من هاي الوسائل، في عن طريق التسوق الالكتروني. موضوع التسوق الالكتروني هلا حاليا كثير منتشر، يعني هلا اغلب العالم بتتسوق عن طريق النت. صحيح. التسوق الالكتروني احيانا كثير عالم بتشتري عن طريق النت، احيانا ما بيوصل للبضاعه او بيوصل شيء غير المطلوب بالدنيا او اقل جوده ما بيستاهل هذا السعر، احيانا في ناس بتبيع وما بيوصل الثمن. يعني كثير شفنا استاذ انه حتى على مواقع الجوجل احيانا تفوت بتحط اي رابط بيكون طلع لك تهانينا لقد ربحت لقد كذا، او شارك الرابط مع اكثر من شخص. هي من ضمن الانواع اللي حضرتك ذكرتها، هي الاعلانات اللي بتطلع، هي كلياتها هي اعلانات خبيثه ممكن تنزل برامج خبيثه تسحب المعلومات. تمام. خلينا نحكي شو سبب تحديد المشرع السوري صور فعل الخداع اللي بيشكل السلوك الاجرامي. هلا المشرع السوري حدد شو اسمه الصور لانه اول شيء ليميز بين الخداع بالقانون الجزائي والتدليس بالقانون المدني. التدليس اول شيء بدنا نعرف عن التدليس لانه يمكن مصطلح شوي غريب، التدليس او الغش، يعني واحد عنده بضاعه عنده بيت بده يبيعه فيه عيب البضاعه فبيحاول انه يخفي هذا العيب، مجرد الكذب العادي بيكون تدليس بحيث انه يمرق بضاعته ويبيعها فبيكون بعوض. اما الاحتيال هو اعتداء على مال الغير، بحاول انه يحصل على المال بدون ما يعطي مقابل او مقابل كثير زهيد، يعني بحيث انه الاحتيال هو عمل اعتداء، يعني عمل جرمي. هو الاحتيال الالكتروني يمكن شائع هلا كثير، وخصوصا انه في اشخاص ما عندهم درايه بالقوانين او قله وعي ممكن يتعرضوا لهذا الشيء. فينا نقول هلا الاحتيال الالكتروني اخطر من الاحتيال العادي لانه حاليا كثير منتشر. وشغله ثانيه انه المحتال بالاحتيال الالكتروني هو شخص خفي، يعني مو مواجه، مو مواجهك لحتى يخاف منك، غالبا بيكون المحتال الالكتروني هو بغرفه او بمكان، هو شخص وهمي بالنهايه. وهمي سهل انه يهرب او يتخفى، وسهل انه يخفي الادله تبع الاحتيال تبعه، وغير هيك ممكن يكون المحتال ببلد
والعمل الاحتيال يكون ببلد ثاني. فلهيك شوي المشرع السوري تشدد بموضوع الاحتيال بحيث انه ساوى عقوبه الاحتيال المعلوماتي اشد، يعني ساوى العقوبه عباره عن من 3 سنين لخمس سنين سجن مؤقت، والغرامه 5 ملايين من 3 ملايين لخمس ملايين بالاحتيال المعلوماتي، بينما بالاحتيال العادي هي عباره عن حبس من 3 سنين لخمس سنين. فينا نقول تشديد على الاحتيال الالكتروني اكثر من الاحتيال العادي. اقوى كان. غير هيك المشرع ما حدد شو هو الاحتيال المعلوماتي، يعني حكاها بطريقه عامه انه كل من استخدم التقنية المعلوماتيه ل بوسائل احتياليه للحصول على البرمجيات والمعلومات والاموال. بينما بالقانون العقوبات العام حدد اعمال محدده كدس الدسائس، ككذب ايدها شخص ثالث، يعني حتى الكذب لحاله ما كفى، ايدها شخص ثالث حتى لو كان هذا الشخص الثالث كان حسن النيه عن طريق تمهيد لظرف او استفاده من ظرف مثل الزلزال او الحرائق مثلا، هي كان بيستفيدوا منها عن طريق استخدام مال وهو ما بيعرف، هو بيعرف انه ما له صلاحية للتصرف فيه، أو عن طريق استخدام اسم مستعار أو صفة كاذبة. فهون المشرع حدد هي المواد، بينما بالاحتيال المعلوماتي لا، ترك على مطلقة أنه كل من استخدم وسائل احتيالية عن طريق التقنية للحصول على المعلومات والبرمجيات والأموال والأسناد تحوي تعهد أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر، يعني خلاها مفتوحة لأنه المعلومات شوي أصعب واسهل لانه الواحد يحتال بالطريقه المعلوماتيه، فلهيك تشدد على الموضوع المعلوماتي. صحيح. طيب استاذ، هون عم نحكي في حال اليوم هدول القوانين، في حال انه الشخص المحتال يعني ظهرت هويته، ومعظم هدول الاشخاص اللي بيكونوا على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الشبكه هن اشخاص وهميين باسم وهمي بشركه وهميه، يعني في حال يعني تم شكوى رسميه من اي شخص والجهه الاخرى مجهوله، قانونيا كيف التصرف اليوم؟ هلا قانونيا هلا هو بيكون عن طريق اما ادعاء مباشر او عن طريق معروض يقدم الى النيابه العامه. هلا يفضل في هالحالات انه يرجع لاهل اختصاص من المحامين لحتى هي تمشي فيه، لان موضوع الاحتيال شوي صعب. هلا يقدم بالعاده بالقانون العقوبات العام، يقدم المعروض او الادعاء الشخصي للنيابه العامه، النيابه العامه تحرك الادعاء وتمشي في الدعوه. اما بالمعلوماتي تحول الى قسم المعلوماتيه بالامن الجنائي، وبيحاولوا عن طريق الاجهزه او برامج معينه لدى الامن الجنائي للحصول لمعرفه مين صاحب هذا الجهاز اللي استخدموه بالاحتيال. ممكن انه يكونوا هدول الاشخاص مو موجودين حتى بالبلد نفسه. تماما، يعني هن معظم ممكن استاذ خارج البلد عم بيكونوا. لا غالبا عم بيكونوا جوا البلد حاليا. والله وين قلبهم؟ في شاعت عم يستخدموا كسر بروكسي او شاعت بالفترة الأخيرة تحويل رصيد بطريقة نصب، يعني مع أحد المقربين لإلي، إنه اتصال إنه نحن يعني ياخذوا ينتحلوا صفة الدولة، إنه مكان بالدولة، إنه نحن بدنا كذا كذا، إنه بدك تحول لنا رصيد على هدول الأرقام، فهو بيخاف وبيحول رصيد بمبلغ أكثر من 1 أو 2 مليون. فهون إنه يعني اليوم القانون هو قدم شكوى، بس انه هون القانون كيف بده ياخذ له حقه اذا هدول الاشخاص مجهولين؟ لا، اول شيء الاتصال هاتفي في رقم صحيح، فهذا الرقم معروف يعني صاحبه او مين عم يستخدمه او من وين استخدمه. هو مو بس اتصال، صارت عن طريق مثل ما قلنا احيانا في اشخاص عندهم جهل بهي القصه او عدم درايه كافيه، انه انه انا بعث لي الكود، هلا وصلك كود مني، بعث لي اياه، خوفه بطريقه ما، بعث له الكود، فهو فتح الواتس عنده وفصار يراسل الاشخاص قرايبينه، مثلا ابوه عمه كذا، انه وبعث لي انه رصيد بهذا المبلغ، اوكي خليه هو يحكيني. فهو انه ما بيعرف انه هذا المبلغ الكبير، قال له هلا اذا دقوا لك وقالوا لك انه اوكي، قل لهم اوكي حولوا لي رصيد، قال لهم اوكي، بعدين تفاجأ انه بالملايين المبلغ اللي محول. يعني اليوم هو الحق هون على الشخص. اليوم القانون خلق هلا بهي الحالات لازم يرجع لاهل اختصاص. هلا ما في حدا ما بيعرف خريج قانون، ما حدا ما بيعرف قاضي محامي يسأله، وخاصه بهذا الوقت لا يتصرف الواحد بامواله قبل ما يرجع. وخاصه بهذا الوقت اليوم، يعني
كثرة عمليات الاحتيال والنصب، وصار اليوم بشكل بديهي للناس انه نحن باي لحظة معرضين مو بس لعمليات النصب الالكترونية، تهكير حسابات يعني، وصارت الطرق معروفة يعني اليوم. طيب بنصائح من حضرتك اليوم نحن لكل الاشخاص اليوم عم يشوفونا، كيف قدرانين نبعد عن هدول الاحتيالات؟ هلا اول شيء فتح روابط مشبوهة، هي اول شيء الواحد يبعد عنه، اهم شغله فتح الروابط. الشغله الثانيه انه الواحد ما يفوت على مواقع ما بيعرفها يعني غير موثقه. هلا المواقع بالدول دائما بتوثق الدول، مثل سوريا نحن بوثقوها باس واي، بلبنان ال بي، بالامارات اي اي، مصر اي جي، فهدول المواقع موثقه من الدول، هي مواقع امنه. مثلا في فوق على اذا بتلاحظوا على الموقع بتيجي اتش تي تي بي، إذا كانت موجود الاس بالأخير فهو موقع آمن ما بتدخل منه هكر. عدم وجود الاس هي HTTPS، عدم وجود الاس هذا بيكون موقع احتمال كبير إنه يفوت منه الهكر. أهم شيء ما نبعث، كمان ما نبعث مصاري عن طريق النت إلا لأشخاص نحن نعرف من هن، يعني نحن لما نبعث رصيد لأي شخص فبيكون في رقم عملية معينة، هاي العملية ممكن يدخلوا منها يعني يسحبوا من حسابنا، فيفضل انه ما يكون يعني الناس مختصه، مو اي ناس ممكن تدخل. أيه صحيح. فيفضل انه هاي العمليات ما تكون الا مع ناس موثوقه. وجود كلمه سر تكون صعبه على الاجهزه سواء الموبايل او اللابتوب او عن طريق شبكه الواي فاي. وقت الدخول للشبكات العامه الواي فاي بالمطاعم مثلا حاليا او الكافينات اللي بده يفوت، يفضل انه ما يفوت على حسابه البنكي او يبعث اي رصيد او اي عمليه بنكيه عن طريق هدول الشبكات. ويعني بده يكون الواحد حذر يعني أكيد. صحيح. يعني هي إجراءات بسيطة اليوم ممكن تحمينا من عمليات نصب كتير كبيرة، وخاصة اليوم ذكرت حضرتك أنواع وشفنا اليوم ناس كتير وقعوا ضحية هاي القصة، حتى بموضوع التسويق يعني حتى لو كانت القصص كتير بسيطة وعم نحكي عن بضائع كمان الناس عم تقع بهاي الضحية. فهي إجراءات يعني، في هاي إجراءات يعني، ودائما احنا بنقول القانون وضع لحماية الناس. اليوم قدامهم أستاذ التوعية بهاي الأمور، وخاصة وقت أي إنسان بيتحط تحت موضوع الابتزاز يعني. هلأ التوعية ضرورية، وحاليا يعني أنا يعني الدولة عم تحاول كتير توعي، وحتى أنه شددت قانون المعلوماتي كان كتير مشدد لتنبيه الناس أنه الشبكة هي شيء كتير خطير، ما أنه شيء مثل الحياة الطبيعية. صحيح. فلهيك الدولة عم تحاول توعي، عم تحاول يعني بعدة مجالات أنه تنشر ثقافة التعامل مع الشبكة. فهون يعني احيانا بيتم سرقه حسابات مثل ما ذكرت حضرتك عن طريق كود، عن طريق انه الانسان ما عنده ثقافه بموضوع النصب الاحتيال على المواقع، فممكن يدخل على جهازك يسحب معلوماتك، وبتكون هون الشخص صار ضحيه الابتزاز. في عنا اشخاص ممكن تروح فورا للقانون وتقول انا اليوم تعرضت لعمليه ابتزاز، في ناس بتخاف وهون بتبلش موضوع الابتزاز ياخذ اكثر من حجمه. هلا يفضل الواحد ما يخاف مباشرة يجي للقانون، لأنه بالأخير هذا الشخص اللي بده يبتز، حتى لو عطيته اللي بده إياه بده يرجع يبتز أكثر، يبتز أكثر، يبتز أكثر، فبالأخير الواحد رح يروح على القانون، فيفضل إنه يروح على القانون. غير هيك أحيانا الواحد بينتصب عليه كمان وبيحاول إنه يداري الفضيحة، لا هذا الشخص اللي أنت سكت عنه ممكن يروح لعند غيرك، لعند غيرك، لعند غيرك. صحيح. فلازم الواحد يبلغ ويتبع الإجراءات القانونية لحتى يحد من هدول الناس اللي عم تأذي مبتزين، وخاصة وقت نقول مبتز، هذا المبتز اليوم ما رح يوقف عند انه يطلب مرة وتنتين وثلاثة، طالما عم يشوف شخص سهل امامه رح يستمر يعني، ما رح يبتز شخص واحد يعني، رح يصير يبتز في ناس هاي شغلتهم استاذ، عايشين ورا هاي القصة يعني، خصوصا حسابات الفيسبوك يعني من صور ممكن، وخاصة اذا بنات يعني، وخاصة يعني الفيسبوك اللي الواحد بينشر الشغلات اللي بده اياها، بس مثلا اذا قدر يدخل على الماسنجر، ماسنجر في محادثات خاصة، في صور خاصة بينك وبين هون المشكلة. على كل إن دائما نحن بنقول القانون وضع لحماية المواطن، وشرع كثير من القوانين لحتى اليوم يحمي المواطن، ودائما نروح لموضوع القانوني أفضل ما نكون ضحية للابتزاز. طبعا أهم شيء الواحد ما يسكت، يعني الواحد مجرد ما سكت ضاع حقه، فلا يحاول إنه يحمي حاله.
ويحمي غيره عن طريق طب استاذ هلا في ممكن يكون في تشبيك بيننا وبين الدول الاخرى لعمليه الاحتيال، يعني مثل ما ذكرنا من شوي انه ممكن يكون الشخص المحتال يكون خارج البلد، في تشبيك بيننا وبين الدول الاخرى لهي القصه؟ هلا بموضوع الاحتيال بشكل عام في الانتربول مثلا في انواع احتيال تكون ضخمه شوي لحتى يصير في تشبيك، هذا اما عن طريق الاحتيال المعلومات العادي ما في، حاليا كل الدول عم تحاول تتعاون بهذا الموضوع، يعني في كثير عم تصير اتفاقيات بين الدول لحتى يكافحوا موضوع الجريمه المعلوماتيه، وخاصه هلا انتشرت موضوع العمله الالكترونيه هلا حاليا صحيح. مثل البيتكوين يعني في كثير انواع هلا العمله الالكترونيه، فاذا ما تساعدت الدول في مبالغ كثير كبيره، يعني بتذكر من يومين قرات انه باحدى الدول الاسيويه احد الاشخاص استخدم الذكاء الاصطناعي لحتى خلى واحد يدفع 650 الف دولار تقريبا لانه احس انه هو رفيقه، يعني تحكى معه فيديو طلعت له صوره رفيقه صوت رفيقه وقال له بعث لي 650 وبعث له اياهم، فهي اذا ما تعاون دول بهيك مواضيع فكثير بتضيع دائما عم نلاقي انواع جديده، يعني وفي يعني في تعاون هلا بين دول، في عده دول هلا حاليا عم يحاولوا يساووا اتفاقيات مشتركه. وكثير اليوم مهم التشبيك دوليا بهيك قصص، يعني وخاصه انه وقت بتكون عمليات النصب كثير كبيره وبيكون الشخص معروف. نتشكرك المحامي تمام الحسين لكل المعلومات اللي ذكرتها، اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا.